إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع شرح جديد أيضا مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع لربح عملة الدوكوين والبيتكوين والليتكوين، لقد أعطاني الآن 0.45. الموقع يعطيك كل دقيقتين 0.45 دوكوين. بالنسبة للبيتكوين يعطيك 20 ساتوشي كل دقيقتين. أنا عمل على البيتكوين إخوتي، لو جمعتم 0.45 في دقيقتين أي في 20 دقيقة تتحصلون على 4.5 في 3، أي تقريبا 15 دوكوين كل ساعة. موقع رائع جدا، أقوى المواقع لربح العملات الرقمية خاصة البيتكوين. عندما تتسجلون في الموقع تأتون مباشرة إلى الواليت هكذا، تضعون عناوين المحافظ البيتكوين إذا أردتم العمل على البيتكوين أو الدوكوين أو الليتكوين المربوطة بالفوسيتيف، ثم تبدأون بالعمل. تضغطون على فوسيت، تختارون العملة التي تريدون العمل عليها. أنا أعمل على الدوكوين هكذا. طريقة سهلة جدا، تتخطى رابط مختصر فقط، وكابتشا نضع هذا الاسم بابي ستيبس هكذا، نضغط هنا ننزل الى اسفل جيت فوسيت رواد، نتخطى رابط مختصر لدي إثبات سحب، ولكن الفوسيت هيب في صيانة هذا اليوم. لقد ربحت 6 دوكوين بكل سهولة. عندما تلقون على الكابتشا السابق قوموا بحذف الهيستوريك من الاعدادات، هذه النافذة هكذا، ننتظر بعض الثواني 17 ثانية، ننتظر قليلا اخوتي. نعيد الكرة اخوتي لان الكابتشا صعبة نوعا ما. نعود الى الفوسيت، get and then هنا طريقة العمل. تضغط على next هنا هكذا، ننتظر 4 ثواني، نتخطى هذه الكبتة. كذا click here to continue.
نطلع بعض ثواني. هذا أقوى المواقع أخوتي، جربت كل مواقع المواقع ولكن هذا الموقع رائع جدا. انظروا 0.45 دوكوين، اغتنموا الفرصة أخوتي. بالنسبة للإحالة 25%، كل من يتسجل رابطك انظر يعطيك 0.45 دوكوين زائد 5 تيكت لوتري. تلعب هنا ديس، أظن ذلك، لا أعلم كيفية اللعب. انظروا لأي الذي الآن 7.2 دوبوين بكل سهولة. نضغط على سلوتس، أظن يجب أن تقوم بالوضع هنا، أم لا أعرف هذه الطريقة. إذا اعمل فقط على الصنبور هكذا، تضغطون عليه ثم تختارون العملة. عندما تتسجلون أول مرة اذهبوا إلى والد، وضعوا العنوان، عنوان المحفظة التي تريدون العمل عليها سواء بيتكوين أو دوكوين أو ليتكوين. إخوتي إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك ومشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.